أكد سعادة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك أن الرؤية الحكيمة لجلالة ملك البلاد المعظم والنظرة الاستشرافية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعتبران الكوادر الوطنية مرتكزا أساسيا للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن القيادات الوطنية اليوم مسؤولة عن نقل خبراتها التراكمية العلمية والتطبيقية لكوادرها المؤسسية. جاء ذلك خلال تقديمه جلسة حوارية بعنوان القائد ودوره في تحقيق تطلعات مملكة البحرين لمنتسبي الدفعة 29 من برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وقال رئيس شؤون الجمارك أن مثل هذه التجمعات التي يقدمها معهد الإدارة العامة من خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية من شأنها أن تخلق شبكة عمل حكومية تعمل على تشبيك كافة الجهود نحو تسهيل الإجراءات والخروج بمبادرات ومشاريع وطنية تخدم المواطن وتلبي تطلعاته. بدورها أشارت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة إلى أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية أحد أبرز برامج المعهد الذي راعى خلال تصميمه المعايير الدولية والاحتياجات الفعلية لموظفي القطاع العام في مملكة البحرين، مما ساهم في الخروج ببرنامج يجمع الجانبين العلمي والعملي بالإضافة إلى فضل الممارسات الحكومية والخبرات التراكمية للقيادات الوطنية في القطاع العام. طبعا سعدت اليوم بلقاء منتسبي برنامج قيادات في شؤون الجمارك في زيارتهم لنا، واعتقد ان هذا النوع من البرامج وهذه الزيارات مفيدة جدا لمنتسبي هذه البرامج، لان علينا مسؤولية لنقل المعرفة اللي احنا مرينا بها والخبرة للقيادات القادمة. وأنا أعتقد أن اليوم اللقاء أعطاهم كثير من المعلومات، غطينا لهم تاريخ شؤون الجمارك، دور شؤون الجمارك في الاقتصاد الوطني، دور شؤون الجمارك في المنظومة الدولية من خلال منظمة الجمارك العالمية، وكذلك كيفية إدارة العمل والخطط والاستراتيجيات اللي نقوم بها في شؤون الجمارك. أما بالنسبة لهم كمنتسبي برنامج وهم في درجة مدراء اليوم، فسلطنا الضوء على أهمية دور المدير من ضمن منظومة العمل الإداري في الحكومة والواجب والمسؤولية اللي يجب أن يتحلى بها المدير من خلال عمله، وكيف أنه هو ممكن يظهر أفضل الإمكانيات والطاقات اللي عند إدارته لخدمة أهداف المؤسسة اللي ينتمي لها، وكيف ممكن أنه هو يرسم طريقة للمناصب العليا في المستقبل إن شاء الله. احنا اليوم بلقاء معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك، واليوم استعرض لنا بحضور برنامج قيادات من ضمن برنامج قيادات اللي يقدمها معهد الإدارة العامة، فعالية بمسمى القائد ودوره في مملكة البحرين. استعرض فيها مسيرة العمل في شؤون الجمارك، وأعطانا أيضا تاريخ ونبذة تاريخية عن مبنى الجمارك وعن شغل الجمارك، وخاصة هي الأولى في الخليج، وكيفية عمله والتوازن بين العمل الأمني وتيسير الأمور في دخول البضائع إلى مملكة البحرين، والتجربة الفريدة وكيفية توازن وتلاقي بين الإدارات وبناء الخطة والاستراتيجية في شؤون الجمارك، هذا الذي أدى إلى اليوم تفرد مملكة البحرين. وأعطانا أيضا ما هي الواجبات والنصائح كنا إحنا المدراء كعمود فقري لهذه أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة ننتمي إليها، وما هي الأسس الصحيحة والسليمة لتبني والوصول إلى الاستراتيجيات التي تنهض بمملكة البحرين، وأكد على ولاء وحرص المواطن البحريني وطيب أصله ومرونته وحبه لهذا البلد من إعطاء المزيد والمزيد، ووضع الأهداف لتحقيق رؤية البحرين 2030. تفضلنا بلقاء معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك، وأثرانا صراحة بالمنجزات اللي يقوم بالجمارك وكيفية الحفاظ على الموظفين، وكذلك الاستراتيجيات التي توصل للهدف بحيث أن قدر الإمكان أحافظ على الموظف وعلى كفاءة الموظف وعلى الإنتاجية، والسياسات التي
تخدم مملكة البحرين الحبيبة. ومن هذا المنطلق إن شاء الله سننفذ كل التوصيات على أساس أن تكون في خدمة مصالح المواطنين جميعا من أجل زيادة الإنتاجية والاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله.